حضرتك كنتي تعالى تعملي حضرتك في الشيخ أبي حسن الأدبي نعم حفظه الله، وهل تنصحون بالسماع له؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، ننصح بالسماع له. مادته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل السنة. نعم، خصوص الحديث صحيح؟ الحمد لله، عنده ملكة حديثية طيبة الحمد لله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وأبشركم بأنه له كتب صدرت حديثا بخصوص الرد على غلاة التبديع والتجريش. نفع الله بي أينما كان. شكرا لك، السلام عليكم.